من ناحية أخرى، المشكلة الحقيقية أننا في تزايد مستمر، أي أننا لم نقف عند هذا الرقم. يعني إحنا اليوم دا نحكي أنا وجنابكم على 12 مليون، ممكن سنة الجاية نجي نسولف على 15 مليون. فبالنتيجة نحن نزحف، مجتمع بكامل يزحف نحو الأمية. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، إذا أخذنا شوية الصورة باتجاه آخر، الموجودين حاليا على مقاعد التعليم اللي هي هاي الصورة التي لم تعكسها كل مؤسسات الحكومة، أن الموجودين حاليا على مقاعد التعليم يعانون من أمية من نوع خاص. يعني أنت لو جنابك اليوم تروح تسوي إحصائية في المدارس، ستجد أن أغلبية الطلبة الموجودين في المراحل الابتدائية لا يجيدون القراءة ولا الكتابة، وهذه هذه كارثة أخرى جديدة تضاف إلى المشاكل الرئيسية التي يعاني منها العراق. أننا اليوم أمام جيل قد يصل إلى مراحل متقدمة من التعليم وهو يعجز عن القراءة والكتابة. يعني يعرف الأحرف، يعرف يتلفظها، لكن هو يعجز عن صياغتها على شكل كلمات ويعجز عن كتابتها. إذن أنه إحنا أمام أمية جديدة ستظهر بالمجتمع في السنوات القادمة. هنالك حقيقة مجموعة من المشاكل لم تجد لها الجهات الراعية ولا الجهات المسؤولة حلول حقيقية. تعرفون جنابكم أنه كورونا أخذت سنتين من المجتمع العراقي، هي كانت بدون دوام والمدارس معطلة. فبالتالي اليوم احنا امام جيل عبر مرحلتين دراسيات بدون ان ياخذ الفحوه والكميه والنوعيه الخاصه بهذا التعليم على مدى سنتين، فانتقل من مرحله الى مرحله دون ان يمر بالمراحل الطبيعيه للتعليم، اي التسلسل الزمني الطبيعي للتعليم. هنالك مشاكل كبيره. الحقيقه ان المؤسسات المعنيه بهذا الموضوع لا تجد رؤيه واضحه ولا تجد خطط واضحه لمعالجه هذه الامور من ناحيه. من ناحيه اخرى، هنالك تخبط في القرارات واضح جدا. يعني اللي يتابع قرارات وزاره التربيه على مدى السنوات الماضية وبالذات السنتين الأخيرات أو الثلاث سنوات الأخيرة، يجد هنالك كم من التخبطات من القرارات. قرارات تصدر صباحا تلغى مساء، تصدر مساء تلغى صباحا، تصدر اليوم تلغى غدا. فيعني هذا يدل على عدم وجود خطة عمل وعدم وجود رؤية وعدم وجود منهاج واضح للعمل، إنما هي آراء شخصية يتم توجيه المجتمع باتجاهها ويتم أخذ القطاع التعليمي حسب الأهواء الشخصية. لذلك نحن أمام مشكلة حقيقية أن الشعب العراقي والمجتمع العراقي يزحف إلى الأمية والجهل بشكل كبير حقيقة. وأتوقع أنه هذا الموضوع مدروس وليس هو ناتج عرضي للفساد، لا هذا موضوع ممنهج ومدروس بالمحصلة. يعني سيد ذوالفقار، هل هذه الأعداد لها لربما تأثير مباشر وانعكاسات سلبية على الوضع العام للبلاد، لا سيما الاقتصادي على وجه الخصوص؟ سيدتي الكريمة، الحكمة تقول أن إذا فتحت باب لمدرسة فأنت أغلقت بابا لسجن. فبالتالي كل ما زاد عدد المتسربين من التعليم والأمية والجهل، فبالتالي أنت تصنع بيئة ناجحة لانتشار الجريمة وانتشار الفساد وانتشار كل الأمور التي تخلخل المجتمع. هذا مسألة طبيعية، أنت كل ما ابتعدت عن الواقع الطبيعي للإنسان وهو الواقع التعليمي، أن تصنع إنسان متعلم قادر أن يحمل القيم الصحيحة للمجتمع، يعني فبالتالي أنت تصنع بيئة ناجحة لانتشار الجريمة والجهل والاعتداء وكل والإرهاب كذلك. فإذا إحنا أمام مشكلة حقيقية، ليست مشكلة تعليم فقط، وإنما مشكلة تضرب أساسات المجتمع، تضرب القيم الأخلاقية للمجتمع، تضرب السلم الأهلي للمجتمع، باعتبار أن الجاهل أو الغير المتعلم هو سلعة بسيطة وسهلة بمتناول المجرمين ومتناول الإرهابيين بأن يجندوها باتجاه أجنداتهم وخطواتهم التي تجاه المجتمع العراقي وأفكارهم الهزامة للمجتمع.